اللي عندي في المحكمة. استنونا الأسبوع القادم وحلقة مثيرة عن نفس الموضوع. أسلك شائكة سمير بسيم. أبنت الهرمة قلبت القضية بالكلمتين اللي قلتهم دول. يلا يا هيثم. أها شو اسمه؟ ولا ماما ولا زفت. يلا بنروح على الواد يوسف. رايح فين يا يوسف؟ يوسف دي مدام سعاد صاحبة أشهر سبا في مصر وأحسن واحدة في مصر بتعمل مساج. مش عايزة أقولك يا علي إيديها تتلف في حرير. ايوه سليم، انت شفت سمير بسيوني؟ ايوه يا معالي الوزير. طيب سليم، انا عايز منك خدمه. ايوه يا سمير باشا، الحلقه كانت بسم الله ما شاء الله رائعه بجد يا متر. اه والله، بس ربنا يستر على القرف اللي هنشوفه من وراها. طيب عليك يا راجل، امال انا بعمل ايه يا سمير باشا؟ المهم بقى الحلقة بتاعت الأسبوع الجاي مش هقصيك، دي هتبقى قبل المحكمة على طول، يعني عايزين نظبط اللي هنقوله كده. وأنا تحت أمرك يا متر. سلام لي حبيبي. يلا اتفقنا، في رعاية الله، مع السلامة. للأسف يا أستاذ ضاحي مش هقدر أصرفه لك. طب حضرتك المشكلة إن أنا ما عنديش حساب هنا عندكم في البنك، حضرتك افتح لي حساب وبعد كده دخل فيه الشيك، مش مشكلة. لازم صاحبة الشيك تكون موجودة. سعاد؟ ماما؟ حضرتك سعاد دي المدام بتاعتي، وهي عندها ظروف صحية يعني تمنعها إن هي تيجي، وزي ما حضرتك شايف هي ظهرت لي الشيك عشان أنا اللي أصرفه، ففين المشكلة؟ مش فاهم. للأسف سبب مش واضح عندي. أما الواضح عند مين سعادتك؟ يعني أنا أروح لمين عشان يحل لي المشكلة؟ مش فاهم. دي تعليمات يا أستاذ ضاحي. طبعًا دلوقتي لو رحت صرفت الشيك ده من بنك تاني هيصرفوه ولا هيحصل مشاكل برضه؟ كل البنوك مربوطة بشبكة واحدة عن طريق البنك المركزي. طب والحل إن سعاد تيجي بنفسها هي اللي تصرف الشيك؟ آه، وعن طريق البنك اللي عندك فيه حساب، مش اي بنك تاني. طب ملهاش حل يعني؟ ملهاش صرفة كده؟ للأسف مفيش خالص. ماشي. ايه انجي، ازيك؟ ايه ده مال صوتك؟ في حاجة؟ لا 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 مفيش. طب قولي وراك حاجة النهاردة؟ يعني ما وريش حاجة معينة. في حاجة؟ طب اعمل حسابك بقى ان انا عزمك على العشاء. طيب اوكي. شكرا.
اكلهم كويس. ايه مش عارفه اشكرك ازاي ان انت جيت لعيد الميلاد. لا على ايه، ده انا انبسطت جدا. المهم بس ان تكون كنزي عجبتها الهدايا دي، مش سايباها من ساعتها. بصراحه احنا عشنا ايام صعبه قوي بعد ما جوزي توفى، بقينا حاسين كده ان احنا لوحدنا وملناش ظهر. لا ما تقوليش كده، انت باباكي موجود وربنا يديله الصحه يبقى سندك وظهرك. يعني هو انتوا سبتوا بعض ليه؟ سؤال غبي. لا مش غبي ولا حاجه، عادي يعني. انت عارف انا كنت بشتغل في الخليج زي ما قلت لك، وكنت متعود ان انا كل شهرين ثلاثه كده اجي اخطف اسبوع او اسبوعين اجازه. فمره تهفيت في نافوخي وقلت اعملها لها مفاجاه، ما اقولش ان انا جاي. وبعدين يوسف ابدا رحت البيت لقيتها مع واحد تاني. انا اسفه، انا اسفه قوي والله، ما كنتش متخيله الموضوع كده، كنت فاكره احنا عاديه. لا مفيش حاجه، بس هي انا اللي استاهل يعني. انا اللي عملت كده في نفسي، كل الدنيا كانت معرضاني، كل الناس قالوا لي لا دي ما تنفعكش، دي مش زيك، دي مش تربيتك وكل الكلام ده، بس ما سمعتش كلام حد. خسرت فيها صحابي وحتى ابويا. ابويا كان مقاطعني فتره طويله بسبب الحكايه دي، لغايه لما خلفت هيثم جه البيت وساب لي فلوس من غير ما يقابلني ولا يسلم عليا، مع ان ابويا يعني ما هوش مليونير، ابويا راجل موظف على قد حاله. عارف ايه اكتر حاجه بتعجبني فيك؟ ان انت على طبيعتك ما بتمثلش. ناس كتير قوي دلوقتي بقى عايشين دور مش دورهم، متقمصين شخصيات مش شخصياتهم خالص، بس انت مش كده. انا كمان مبقتش عارفه اتكلم مع حد، في حاجات كتير قوي جوايا مبقتش عارفه احكيها ولا لمامتي ولا لبابايا ولا حتى اي حد من صحابي. بحس ان مفيش اي حد بيفهمني، يمكن بالعكس كمان بيغلطوا. جوزي الله يرحمه ما كانش بيقرب لي 3 سنين، كان بيتلكك بقى كل شوية هو تعبان مشغول، قعدت فترة كبيرة قوي مخي بيودي بيجي، مش عارفة هو بيعمل كده ليه. بدأت أشك في نفسي، قلت يمكن تخنت شوية بعد الخلفة مثلا، شكلي ما بقاش فيها جيب، لقى واحدة تانية أحلى. مبقتش عارفة أقول ده لحد، لحد ما قررت أروح لأخصائي نفسي. ليه ما طلبتيش الطلب؟ فكرت، كنتش قادرة أتحمل كلمة من مامتي هتقعد تقطمني وتقولي انا حذرتك ما سمعتيش كلامي. مش عارفه انا بقولك كل الكلام ده ليه، عشان انت بتحكي قصتك كانك بتحكي قصتي بس من ناحيه تانيه خالص. هي قصصنا دي بقى لو اتعملت افلام عربي هتبقى 100 100، او يمكن الناس ما تصدقهاش وتقول دول مجانين. انت لما بتخرج بتسيب هيثم مع مين؟ مع اخويا. عندك اخوات؟ مش اخويا يعني، هو صاحبي جدا لدرجه انه ممكن يبقى اخويا يعني. طب ما تبقى تعديه عليا. وانتي ناقصه من ده، انتي اللي فيكي مكفيكي بقى. لا بالعكس والله هتبسط. ما فكرتش انت كمان تروح لاخصائي؟
الراجل اللي بروح له ده هايل والله. هبقى احكي له عنك لما اروح للمكتب. لا مش قصدي. خلاص تمام انا فاهمه مش مشكله. الوقت عدى بسرعه لازم امشي بقى عشان لسه هجيب كنزي من عند ماما. انا اللي عازمه. لا مفيش كلام عايش خلال المره الجايه. ميرسي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا حسام. تعالى. بقول لك ايه؟ تعرف تجيب لي عنوان اللي اسمها سعاد؟ طب ما تكلمها على الموبايل يا باشا. فالح قوي. ما انا بكلمها من امبارح ما بتردش. وبعدين حضرتك عايزها في ايه؟ هي مش كده كده القضيه بتاعتها هتتنزل كمان كام يوم؟ انت هتحقق معايا يا حسام؟ عايزها وخلاص. هي موزه الصراحه يا باشا. ولا هتعرف تجيب لي عنوان سعاد ولا لا؟ عنوان ايه؟ طب يعني قصدي يا باشا اصبر عليها شويه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا انجي بصراحه. ما تشكرنيش ولا حاجه. سيب لي انت بس هيصوم وما لكش دعوه. طب مش هتشرب حاجه الاول؟ لا انا مستعجل جدا. انت متاكده ان ما فيهاش مشاكل؟ والله العظيم ما فيها مشاكل. طيب خلاص اسمع كلام طنط انجي، مش عايز شقاوه وانا مش هتاخر عليك. ماشي وانت رايح فين؟ ما انا قلت لك رايح مشوار. تطمش بقى. يلا سلام. باي. قولي بقى يا هيسومي تفطر ايه؟ مش عاوز اكل. عايز اكون ايه ده؟ حطيت لك روش. مدام سعاد صباح الخير. فاضية نتقابل كمان شوية؟ شوف يا استاذ ضحي قبل ما نخلص عاوزك تجاوب معايا على بعض الجمل. بنسميها احنا كاخصائيين نفسيين اختبار الجمل المنصه عشان اقدر افهمك وبالتالي اقدر اساعدك. انا هقول لك جمله على لسانك واول معنى يجي على ذهنك تجاوب من غير تفكير. ليه يعني الحكايه دي او رسمتها ايه يعني؟ لو مش عاوز بلاش. لا مش القصد يعني. طب اتفضل حضرتك. جاهز؟ اتفضل. كان نفس ابويا ما يخلفنيش. ما يخلفنيش. علاقات العاطفية. الصاحب الحقيقي. ياسين. معظم اللي حواليا ما يعرفوش اللي بخاف من يوسف. أحيانا مخاوفي بتضطرني. احيانا مخاوفي بتضطرني اعمل حاجات ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعملها. اكبر غلطه ارتكبتها في حياتي. مش عايز اجاوب على السؤال ده. اكبر نقطه ضعف في حياتي ابني. هكون سعيد لو انت له مستقبله. في رأي معظم الستات ولد 60 كلب. فكرتي عن الست الكاملة أمي. ما بحبش الناس اللي بتظلم. لما بشوف راجل وست محسوم بيمثلوا على بعض هكون سعيد لو طمنت على ابني.
الحاجة اللي نفسي فيها ومحدش يعرفها غيري معرفش. تعرفش ليه؟ مش عارف ايه الحاجة اللي نفسي فيها. ممكن هو احنا كده خلصنا؟ لا لسه شوية. طب ممكن نأجل الموضوع ده للمرة التانية؟ في حاجة يا أستاذ ضحي؟ لا مفيش حاجة. هو ايه اللي يخلي حد يغير شهادته في محضر تحقيق رسمي؟ حاجات كتير. حاجات كتير ممكن تخلي الإنسان يكذب. زي ايه مثلا؟ زي الخوف، الانتقام، المصلحة مثلا. شكرا يا دكتور. هو في حاجة يا أستاذ ضحي؟ لا خالص كله تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. سعاد. اهلا يا سياده المقدم. يا مدام سعاد، بكلمك من امبارح ما بترديش عليا ليه؟ اصل الموبايل كان بيتصلح. يا شيخه شوفوا انا دماغي راحت فين. عايزين نتكلم شويه. معلش ممكن ناجلها نخليها وقت تاني؟ لا ما ينفعش. كنت منوره في التلفزيون. انا التوك شو عجبني الصراحه. وسمير بسيوني ده حريف حريف، بيعرف يطلع المعلومه ولا اجدع ظابط مباحث. كل ده كوم بقى، والجزء الاخراني ده كوم تاني. كان هايل. بس عارف انا لما رجعت المحضر لقيت ان الكلام اللي مكتوب فيه غير اللي اتقال في البرنامج خالص. كنت عايزه توصلي ليه يا مدام سعاد؟ يلا يا هيثم. مش عارف عشان خاطري. مش عارف. انا اسفه يا ربيع. ولا يهمك يا فندم، احنا تحت امر سعادتك. في ايه بس يا حبيبي؟ في ايه؟ اصلا طيب حاضر، هوديك عند ماما. لا انا مش بضحك عليك، هوديك عند ماما حالا. يا جوجي ايه ده، انت خلفتي تاني ولا ايه؟ لا خلفت ايه، كفايه عليا كنزي. ربيع انا لازم امشي حالا. ولا يهمك بقى، هحاسبك بعدين. انت هتمشي؟ معلش انا لازم امشي، انا كنت عايزه اقعد معاكي. معلش هكلمك بعدين، انا كمان عايزاك، هكلمك بالليل. باي حالا. باي باي. يلا حبيبي باي. شرفت يا فن. شكلها كده كانت فرقعه اعلاميه، ولا انت مخبيه حاجه؟ حضرتك عايز من ايه؟ الحقيقه. الحقيقه هي اللي انا قلتها. انا حاسس انك مخبيه حاجه، ولو خايفه تتكلمي قولي لي وانا هحميكي. انا مش خايفه من حاجه. انت غبيه، ما حسبتهاش صح. انت مش عارفه انت مورطه نفسك في ايه. حاسب على الفاظك لو سمحت، وبعدين لو شاكك ممكن تحبسني وتبقى تحقق معايا. مش هحبسك، انا هعمل حاجه تانية خالص. ايه؟ هتلبسني قضيه مخدرات؟ انت هتلبسي في اللي اكبر من المخدرات. سهل عليا لبسك اي حرز مالوش صاحب، وتروحي ما ترجعيش. بس انا مش هعمل كده، مش سكتي. انا هسيبك تلبسي نفسك بنفسك، بس خليكي فاكره انك لو لبستي محدش هيعيط عليكي. وجوزك المعلم اللي بتدافع عنه دلوقتي، اول ما هيطلع هيبقى اول واحد عايز ينتقم منك. سيادة المقدم، عاش من شافك يا راجل. اهلا. اهلا بيك. لا مؤاخذة سيادة المقدم، زي ما انت شايف كده انا راجل كبير وانت قاعد على الكرسي بتاعي. لو تعرف انا بقالي كام سنة بقعد على الكرسي ده. الله، ده انت لسه قاعد. انا كده كده كنت ماشي. سلام يا متر. سلام. ما شربتش حاجة يا سيادة المقدم؟ عاوز منك ايه؟ كان بيهددني. استاذ
عارفة يا مدام سعاد، المكان ده كان أول مكان في مصر يقدم جيلاتي. مش مصدقاني؟ لا طبعا مصدقاك، بس أنا مش فاهمة حضرتك جايبني هنا ليه. أنا عملت كل اللي اتفقنا عليه وحضرتك شفت بعينك. لا احنا اتفقنا كان انك تطلعي طارق دلغام شمال، مش بيبوز جزمتك عشان تقضي الليله معاه. حضرتك بتجودي عليا ولا ايه؟ تنسي ان لسه فيه محكمه وسين وجيم. انت فاكره ان الكلام اللي انت قلتيه في البرنامج ده هيعدي كده بالسهل؟ يعني ايه انت ما قلتليش كده؟ انت خفتي؟ وما خافش ازاي؟ ده انا ممكن اتحبس. ايه اللي بتشربيه ده؟ قهوه. قهوه ايه بس؟ كان لازم تساليني الاول. يا سعد نورني يا دكتور. لو سمحت يا متر انا مش عايز اشرب حاجه. خلاص يا سعد هات لنا قهوه. تحت امرك يا دكتور. مدام سعاد لو نفذتي اللي هقوله لك بالحرف خلصك من كل المشاكل. بس قبل ما نتفق انا ليا شروط. شروط ايه بقى؟ ان شاء الله. هيثم ابني البرنس خطفه، انا عاوزاه قبل اي حاجه. مش مشكله. مش مشكله ازاي؟ اقول لك ابني مخطوف تقول لي مش مشكله؟ اعتبري رجع. وعايزه 1,000,000 جنيه. ايه ايه كتير على المعلم؟ طب اسمعيني بقى، لانه من الواضح انك مش عارفه انت قاعده مع مين بالظبط. لا انا عارفه كويس. انت مش عارفه خالص. مدام سعاد انا اقدر اشيلك الليله بحالها. انت بتهددني؟ سميها زي ما انت عايزه. تقدري تقولي لي ايه اللي يخلي طارق درهاب يكتب لك شيك ب1,000,000 جنيه وهو ما عرفكيش كويس؟ انا وليه ما يكونش كتب الشيك ده تحت التهديد مثلا؟ بلهاش دي. القاتل ليه سابق؟ القاتل ما شافنيش اصلا يا شيخة. انت عاوز من ايه بالظبط؟ اهو كده نعرف نتكلم. اذا كان على ابنك انا هرجعهولك، انما الشيك ب1,000,000 بتاع طارق درغام، الشيك ده من حقي سواء شهدت او ما شهدتش. طب جربي كده تحاولي تصرفيه ووريني. هو الشيك مش معايا. مش معاك يعني ايه؟ امال مع مين؟ حضرتك جاي تعطمني. على العموم مفيش مشكله، الشيك هيرجع لك. وايه اللي يخليك واثق قوي كده؟ اصل انا راجل بتاع ربنا. يعني مكشوف عنك الحجاب؟ لا مكشوف عني البنوك. على فكره انا سجلت المقدم شريف. اهو كده انا تعجبني الست الذكيه. انتي ده انت الشيطان اول ما يشوفك يتنطل من مطرحه ويقول لك اتفضلي يا هانم. كله بتمنه يا متر. الله انت هتشغلي شطانك عليا ولا ايه؟ انتي سمعت عن واحد اسمه وليد محفوظ؟ هو مش ده اللي شهد على وزير الصحه؟ طب ما انت متابعه. من كام شهر كده كان قاعد على نفس الكرسي اللي انت قاعده عليه ده وليد محفوظ. طلبت منه طلب صغير كده، والله ما فاكر طلبت ايه بالظبط، بس اللي فاكره كويس انه كسفني. كسفني. فين وليد محفوظ دلوقتي؟ الله الله يرحمه بقى. عارفه يا سعاد انا كل ما ببص لك اكني شايف وليد محفوظ بالظبط. انت تعرفي منين على الجن دي؟
مراته زبونتي، رحت لها مره البيت وشفته هناك. اشمعنى؟ سعاد ركزي معايا واسمعيني كويس قوي. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي هيتقال في المحكمه وبالحرف، بالحرف من غير تجويد. مالك قاعد كده ليه؟ نعوز بابا. بابا زمانه جاي يا حبيبي. ايه رايك تقعد تتفرج على التلفزيون شويه مع كنزي لحد ما اعمل لكم الاكل يكون بابا جه؟ كنزي ممكن هيثم يجي يرسم ويلون معاكي؟ مش عاوزه عشان خاطري، عشان خاطري. بطل غلاسه، يلا روح. شاطر. بجد يا انجي انا مش عارف اشكرك ازاي. ما تقولش كده، مفيش حاجه، هو بس قاعد يسال عن مامته كتير، بس ما تقلقش انا اتصرفت. طب كويس. طيب اهو اهو وصل اهو. متشكر قوي يا انجي، ربنا يخليكي، مع السلامه. شكرا يا عم اسماعيل. اشكر يا سبيه. اشكر يا باشا. لا انت عارفني كويس، انا ضاحي صاحب ياسين اللي انت افتكرتني المره اللي فاتت اسمي يوسف. في حاجه يا ضاحي؟ انا كنت محتاج منك بس مصلحه كده. انا مسافر كمان شويه، قدامك نص ساعه بالكتير. انا مسافه السكه ربع ساعه وابقى عندك. سلام عليكم. السلام عليكم يا عم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هطلع مشوار كده نص ساعة، مش هغيب، عايزك تفتح عينيك والنبي. لمؤاخذة حصل حاجة؟ ما أنا مش هستنى لما يحصل حاجة يا عم حسن. طيب اطمن اطمن، روح مشوارك واطمن، لما ترجع هتلاقيني مستنيك. ماشي، السلام عليكم. مين؟ أنا ضاحي يا معلم. خش. ما تسيبك من الحلوان والكلام الفارغ ده، خد البريتا احسن، ايطالي الصنع، لا بتسخن ولا بتمنع. دي بكام دي يا معلم؟ ب20. لا كتير والله، بره ب25. انا اللي سايب لك 5. طب ازاي شويه عشان خاطر 19؟ هم 15. 17 وده آخر كلام. ماشي. كده 17. مبروك عليك.
عليكم السلام. هيثم فين؟ انا مش لاقيه في الاوضه. يعني ايه مش موجود؟ معرفش، ما لقيتوش فوق. راح فين الواد؟ حاضر ندور عليه، ندور عليه. كان هنا، كنت سايبه في الاوضه ونسيت. نزلت نص ساعه وقفلت عليه بالمفتاح، رجعت ما لقيتوش. ولما رجعت لقيت الباب مكسور. لا ما كانش مكسور ولا حاجه، والشبابيك زي ما هي مقفله. بتعمل ايه عندك في الدولاب؟ بتعمل ايه؟ كفو عندي خبط وانت مكنتش موجود. تصبح على خير يا استاذ يوسف. ليه كده يا هيثم؟ ليه كده يا اخي؟ وقعت قلبي ليه؟ رايحين مشوار كده. خش. طب وما عليك ناوي تعمل ايه في قضية البرنس؟ قضية البرنس صعبة بس في جيبنا ان شاء الله. ده اللي قلقني، قلقني حاجة تانية خالص. خير يا ريف؟ شريف إدريس ماله؟ بقى جاهز وهيبتدي يتعبنا. تحب معنى كده بعت له ضاحي يخلص عليه؟